ابن القيم يقول حول الفاتحة، يصف الفاتحة، وأرجو من كل مشاهد أن يستمع بقلبه ليس فقط في أذنه، يقول: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها. احنا نحاول نعرف الناس بالكتاب، نحاول نعرف الناس بالحملة، نحاول نعرف الناس بهذه الحلقة وهذا البرنامج، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف أوجه الاستشفاء والتداوي بها. أحد الأسرار، أحد أعظم الأسرار أنها شافية. من من المسلمين يقرأ الفاتحة على أنها شفاء ويستشفي بها؟ أعظم آيات القرآن شفاء سورة الفاتحة، والناس يرددونها، وكأن الله تعالى علم أن فينا ضعفا، وعلم يعني كثرة هذه الأمراض المزمنة، وربما لا نستطيع أن نحصي أسماءها هذه الأمراض من كثرتها. من من المسلمين، وهذا سؤال، من من المسلمين، وأكرر المرة الثالثة، من من المسلمين يقرأ الفاتحة في فريضة الصلاة بنية الاستشفاء؟ لأن الفاتحة تقرأها في أول يومك بصلاة الفجر، صحيح، تستفتح بها اليوم، لاحظ الأثر النفسي الكبير، ثم تقرأها في صلاة الظهر في وسط النهار، ثم تقرأها أيضا قبل الغروب في صلاة العصر، ثم تقرأها عند الغروب أو مع الغروب، ثم تقرأها تقريبا في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل في سورة العشاء. إذن جالس تكررها أنت كأنها وجبات ساخنة فرضها الله على كل مسلم. يا ناس، يا إخوة، يا أخوات، الله تعالى رحيم بالعباد، الله أكبر، لأنه جاء في الفاتحة الرحمن الرحيم. حاشا لربنا جل وعلا وهو الرحيم الرحمن أن يفرض علينا سورة نكررها بهذا التكرار لمجرد أن نكررها، أو لمجرد والله أن نتعبد فقط فيها، لولا أن الله تعالى العليم الخبير بهذه النفس الإنسانية وبما يسعدها من أسباب السعادة لما فرض هذه الفاتحة بهذا الشكل بهذا التكرار.